عندي لك خبر حلو. خير يا فوزية؟ البنت فوزية دي لو حبلت تبقى طفيت فوق دماغنا يا رقية. أنا حامل. ودينا بقينا لوحدينا. قول. هو أنت كنت عارف إن اللي حصل ده هيحصل؟ خلت حالته بتتدهور. أنا ماليش ذنب في اللي حصل لابنك. عقربة! الحق معرفش ابوي. الايام بتدور وانت دلوقتي يا نعمان اللي دراعك تحت درسي. ما تخلقش الليل ودراع الحاج نعمان. عيلة الحاج نعمان بدءا من الثلاثاء 9:00 مساء على MBC مصر.